السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله في الفيديو ده مع بعض عن السيناريو الخاص بالإنترنت اللي موجود في شبكة المنزل اللي موجود عندنا. تعالوا مع بعض كده نرسم مع بعض الشكل الخاص بالتوبولوجي على اعتبار اللي عندك في البيت سويتش. السويتش اللي موجود عندك ده طبعا بيكون لير 2 سويتش. السويتش ده متوصل عليه مجموعة من الأجهزة أو الديفايسز اللي موجودة معانا. بعد كده بتتوصل على الراوتر. الراوتر اللي موجود عندك ده بيكون لير 3 ديفايس. بعد كده بتبتدي تعمل سبسكرايب مع خدمات الإنترنت. هتعمل سبسكرايب مع مين؟ قال لك هنعمل سبسكرايب مع الاي اس بي اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر. هسبسكرايب على خدمات الفي دي اس ال مع الاي اس بي. هل احنا في البيت السيناريو ده بيكون موجود عندنا؟ بيكون عندنا سويتش لير 2 وعندنا راوتر لير 3 وعندنا مجموعة من الأجهزة. قال لك بالنسبة للأجهزة اللي موجودة اللي هو اللير 2 سويتش واللير 3 راوترز اللي موجودة عندنا، احنا بنستعوضهم بخلال الجهاز اللي موجود عندك اللي هو الجهاز الفي دي اس ال مودم اللي انت بتشتريه من الشركة اللي هي الاي اس بي اللي موجود عندك. ده بيكون المودم ده بيكون شغال اكتر من حاجة، يعني الوظائف بتاعته بتكون اكتر من وظيفه. طب ايه الوظائف بتاعته؟ قال لك بيشتغل سويتش وبيشتغل معاك برضه راوتر وبيشتغل معاك مودم وبيشتغل معاك برضه اكسس بوينت، وفي بعض الحالات هيشتغل معاك سيرفر لان انت ممكن تجيب فلاشه وتنزل عليها مجموعه من الملفات وتبتدي تشغل الملفات دي على النتورك الموجوده عندك. طيب هل السيناريو ده علشان نقدر نتصل بخدمات الانترنت او نقدر ناكسس ريموت نتورك موجود عندنا، هل السيناريو ده هيغنيني؟ قال لك ايوه السيناريو ده عادي ممكن يغنيك، مفيش اي مشكله. زي عندك في البيت بالظبط، انت بيكون عندك الراوتر بتشترك مع خدمات الاي اس بي اللي موجود في دي اس ال. اول لما بتتوصل بيبتدي الدنيا بتاعتك تشتغل بشكل طبيعي. طيب ايه طبيعه الاتصال اللي موجود عندنا؟ قال لك انت داخليا بنقدر نكلم بعض عادي مفيش اي مشكله. يعني لو انا عندي اجهزه، لو انت عندك اخوك او اختك وكلكم قاعدين مع بعض في البيت، فبتقدروا ان انتوا تبعتوا لبعض اللي انتوا عاوزينه. لو في برنامج موجود مثلا وحابين ان انتوا تعملوا شير للفايلز والفولدرز اللي موجوده، فده بيبقى بشكل طبيعي. طب لو انا عاوز اكلم سيرفر خارجي زي مثلا الفيسبوك، انا محتاج اكلم الفيسبوك، ايه السيناريو اللي بيحصل عندنا في البيت؟ قال لك السيناريو اللي بيحصل اللي انت هنا اول لما بتشترك مع الاي اس بي بتقول له انا محتاج، يعني الطبيعي اللي انت اشتراكك مع الاي اس بي بتروح تطلب منه خدمه. طيب الخدمه دي المفروض بتبقى عباره عن ايه؟ اللي انت بتتوصل على خدمات الوان اللي هي الوايد اريا نتورك، ومن خلال اتصالك بخدمات الوان بتبتدي تاخد اي بي ادرس بابليك. الاي بي ادرس بابليك ده بيكون الايدنتيفاير بتاعك على مستوى العالم. يعني ايه على مستوى العالم؟ يعني بالظبط زي ارقام التليفونات، احنا لما بنحتاج نكلم بعض كل واحد بيروح يشتري شريحه السيم كارد اللي بيشتريها. انا ما باخدش نفس الرقم اللي انت بتاخده، كل واحد بيبقى عنده رقم مختلف عن التاني علشان نقدر نتواصل مع بعض. هو نفس الكلام لما انت بتوصل على خدمات الانترنت، ففي الحالة دي انت لازم تاخد بابليك اي بي ادرس ما يتكررش عند اي حد على مستوى العالم، علشان لو انت عندك خدمات في النتورك بتاعتك داخليا على مستوى اللوكال اريا نتورك اللي موجودة عندك، الناس تقدر تتعامل معاها بشكل طبيعي. على سبيل المثال ربنا كرمك وجبت سيرفر، السيرفر ده عليه عملت عليه هوستنج الويب ابلكيشن موجود، فانت محتاج الناس تعمل اكسس على الويب ابلكيشن اللي موجود عندك. طبيعي في اشتراكك مع الاي اس بي لما بتيجي تشترك مع الاي اس بي، في الحاله دي انت بتقول له انا عاوز اسبسكرايب على الخدمه الفلانيه، وما بتقولوش انت محتاج البابليك اي بي بتاعك ده يكون فيكسد ولا دايناميك اي بي ادرس. ففي الحاله دي لو انت عندك خدمه موجوده والخدمه دي ناس من بره
هيبتدوا يعملوا لها اكسس داخل النتورك اللي عندك اللي هي اللوكال اريا نتورك. في الحاله دي انت بتعمل ايه؟ قال لك في الحاله دي ببتدي اكلم الاي اس بي واقول له انا محتاج فيكسد اي بي ادرس، وطبعا ده بتدفع عليها تشارجز وبتدفع عليها مصاريف على الخدمه اللي موجوده عندك. يعني على سبيل المثال لو الخدمه بمبلغ اكس هتبتدي يزودك اكس بلس مثلا 10 حسب نوع الخدمه والاي اس بي اللي موجود عندك. يبقى انت عندك هنا البابليك اي بي ادرس حسب اشتراكك في النتورك اللي موجوده، لا اما بتاخد الاي بي ادرس بتاعك البابليك ده دايناميك، وده كله السيناريو الشائع اللي موجود عندنا كلنا، او لو انت عندك اي خدمات موجوده محتاج لها فيكسد اي بي ادرس بتتواصل مع الاي اس بي بتاعك وبتطلب منه فيكسد اي بي ادرس. طيب ده السيناريو الاولاني. طب السيناريو التقليدي، احنا دلوقتي ناس كتير موجوده على شبكه الانترنت، هل كل جهاز وكل ديفايس بيتوصل بالانترنت بياخد بابليك اي بي ادرس؟ قال لك لا. قال لك في السيناريو اللي موجود عندنا في البيت، احنا عندنا جوه النتورك بتاعتنا الداخليه في اللوكال اريا نتورك موجود عندي اجهزه، الاجهزه دي بتاخد برايفت اي بي ادرس. البرايفت اي بي ادرس ده لما بيجي يطلع على الانترنت بيبتدي يركب على البابليك اي بي ادرس اللي موجود. بيركب على البابليك اي بي ادرس. هتقول لي طب ازاي؟ طب ما احنا عندنا اكتر من يوزرز موجودين داخل النتورك، وكل واحد مثلا معاه تليفون، اللي معاه لابتوب، الكلام ده كله، طب ازاي بيقدر يفرق ما بيننا في الخدمات؟ يعني انا فاتح الفيسبوك، واحد تاني فاتح اليوتيوب، واحد تالت فاتح التويتر، وهكذا، اكتر من ابلكيشن شغالين، طب ازاي بيقدر اللي هو يوصل لك على الابلكيشن اللي انت شغال عليه؟ قال لك في الحاله دي انت لما بتفتح اي تاب موجود او عندك على الجهاز بتاعك، التاب لما بتفتحه ايه اللي بيحصل؟ قال لك بيبتدي جنريت راندوم نمبر موجود عندك. الراندوم نمبر ده اللي هو البورت نمبر بتاعك اللي انت طالع بيه من الابلكيشن. يعني فتحت تاب رقم واحد، فتحت تاب اتنين، تلاته، اربعه، مفيش اي مشكله خالص. الاوبريتنج سيستم بيبتدي يديله راندوم نمبر. الراندوم نمبر ده لما بيوصل للراوتر او اللير 3 ديفايس بيبتدي يتعمل له حاجه اسمها النت. النت ده اللي هو عباره عن نتورك ادرس ترانسليشن. النتورك ادرس ترانسليشن زي ما انتم شايفين بيبتدي يماب البرايفت اي بي اللي موجود بالاضافه لرقم البورت اللي انت اخدته للبابليك اي بي ادرس. يعني لو انت واخد 1 بابليك اي بي ادرس او دايناميك اي بي ادرس من الاي اس بي، في الحاله دي بيبتدي يغير لك الايه؟ الاي بي ادرس بتاعك. يعني في الحاله دي بيبتدي يغير السورس اي بي ادرس اللي موجود اللي هو البرايفت، بيبتدي يحوله للبابليك اي بي ادرس اللي موجود عندنا، بالاضافه للي هو بيماب البورت اللي موجود للبورت اللي موجود على الراوتر، بحيث ان الراوتر بعد كده لما يجي له او يستقبل الداتا من الريموت نتورك يبتدي يعمل ريفيرس اوبريشن او عمليه عكسيه، بحيث اللي هو يرجع لك تاني الداتا على نفس البورت اللي استلمها من عليه. وده السيناريو زي ما انتم عارفين اللي هو بيتم داخل البيت. طبعا هتقول لي طب انا ما عنديش اصلا لير 2 سويتش ولا عندي لير 3 راوتر. هقول لك الجهاز اللي موجود عندك اللي هو في البيت ده هو اللي بيقوم بالاوبريشنز دي كلها. يعني هو اللي بيعمل لك شغال سويتش بحيث اللي هو يوصل الاجهزه كلها ببعضها، شغال راوتر بحيث اللي هو يوصلك للريموت نتورك، شغال مودم بحيث اللي هو يحول لك من الانالوج للايه؟ للديجيتال اللي موجود عندك، لان انت بتبقى واصل على كابل التليفون اللي موجود عندك. برضه بيبتدي يوصل لك واي فاي، يعني ممكن اي جهاز موجود عندك يتصل واي فاي بالراوتر او الدي اس ال مودم اللي موجود عندك. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك اللي انت ممكن تجيب فلاشه وتركبها على الراوتر بشكل طبيعي، وفي الحاله دي بتحول يبقى عندك سيرفر تقدر ان انت تشيل من عليه الفايلز لليوزرز اللي موجودين داخل النتورك بتاعك. ده طبعا كان سيناريو بسيط عن الحاجات اللي ممكن بتحصل او الاوبريشنز اللي ممكن تتم داخل النتورك داخل البيت. الى ان نلتقي بفيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.